بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة أمس أظهرت انخفاض بعدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو، انخفاض إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع العام 2021. عدد الوظائف الشاغرة هبط إلى 7.67 مليون من 7.91 مليون في يونيو، وهو أقل مما كانت تتوقعه بلومبرغ. والفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على صحة سوق العمل، الكلام لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري ديلي، هي التي أوضحت في مقابلة مع رويترز أن تبني سياسة متشددة للغاية قد يؤدي إلى تباطؤ إضافي في سوق العمل، لافتة إلى أن مقدار خفض الفائدة متروك حالياً للبيانات الاقتصادية الواردة. من جانبه رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستي قال أن الفيدرالي يوازن بين استقرار الأسعار وضمان استمرار التوظيف بالحد الأقصى، لكنه أكد أن الفيدرالي ليس مستعداً تماماً لإعلان الانتصار على التضخم. من ملبورن ينضم إلي الآن كريس ويستن رئيس قسم الأبحاث لدى بيبرستون. أهلاً وسهلاً بك كريس، وشكراً جزيلاً عودتك إلينا. في آخر الأرقام التي صدرت، التباطؤ بسوق العمل الأمريكي أدى لتعزيز طبعا هذه الرهانات على تخفيضات حادة بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. يوم الجمعة تأتينا واحدة من أهم نقاط البيانات قبل القرار. ما الذي تنتظره من هذا القرار، من هذه الأرقام ومن القرار الأسبوع المقبل؟ هل أنت في صف 25 أم صف 50؟ في هذه اللحظة بالضبط أنا أحبذ الخفض ب 25 نقطة أساس، فهذا هو التحرك الذي يريد الفيدرالي القيام به، وهذا سيكون النتيجة الأفضل للمجازفة. فالفيدرالي أخبرنا أصلا وبوضوح شديد أنه لن يتحمل ارتفاع البطالة أو الهشاشة الأكبر في سوق العمل، وبالتالي ما قد يحصل برأيي هو أن الأمر سيتوقف على أرقام الوظائف غير الزراعية الصادرة يوم الجمعة. وإذا نظرنا إلى الاحتساب الحالي في السوق، 25 نقطة أساس محتسب بالكامل كتخفيض، وهناك احتمال ب 36% أن نرى خفضا ب 50 نقطة أساس في سبتمبر، وبالتالي ماذا سيكون الرقم الذي سيزيد من احتمال الخفض ب 50 نقطة أساس كسيناريو أساسي؟ ربما الأمر سيرتبط بالبطالة، وإذا ما ظل الرقم عند 4.3% والإجماع أن ينخفض إلى 4.2%، البطالة عند 4.3% هذا يعني أن الرقم أعلى ب 30 نقطة أساس من توقعات الفيدرالي في يونيو. أي رقم في الوظائف دون 140 ألف وظيفة قد يقود إلى ذلك، وبرأيي إذا كانت الوظائف عند 140 ألف وظيفة وإذا كان معدل البطالة عند 4.3% هذا ربما يقودنا إلى تخفيض ب 50 نقطة أساس، وإلا إذا كنا أمام 180 ألف وظيفة مثلا وإذا انخفض رقم البطالة إلى 4.2% ساعتها الخفض ب 25 نقطة أساس سيكون المسار الذي سيرغب الفيدرالي ببدء دولة التيسير النقدي به. لأي درجة تدخل أرقام الوظائف الشاغرة أيضا في هذه المعادلة؟ يعني أمامنا هل ينظر إليها الفيدرالي الآن، وأهميتها بالنسبة للسوق والتوقعات لذلك الهبوط السلس؟ إذا عدنا إلى خطاب جيروم باول في جاكسون هول، هو أوضح وبجلاء أن الفيدرالي يركز تركيزا شديدا على التضخم، وهو انتقل من التركيز على التضخم لأن الحرب على التضخم انتهت، وهو يركز حاليا على سوق العمل. وهناك الكثير من البيانات التي سيراجعونها، ومن بينها رقم الشواغر الوظيفية الذي سيراقبونه. وإذا راقبنا الشواغر الوظيفية مقارنة بالعاطلين عن العمل ارتفع، إذن هناك تراجع في هذه النسبة، وبالتالي الفيدرالي سيراجع هذا الرقم وهذه النسبة، والأسواق تراقب ذلك أيضا. رأينا عوائد سند السنتين
تتراجع بعشرة نقاط أساس، والأسواق تحاول تكوين رأي عما سيفعله الفيدرالي، وهي تعتقد أن الفيدرالي سيكون قد راقب هذه الأرقام، وأرقام الشواغر الوظيفية خفضت ما هو متوقع من الفيدرالي فيما يتعلق بالتخفيض بخمسين نقطة أساس، وخففت العبء عنه، وأي ضعف في أرقام الوظائف يعني أن التخفيض بخمسين نقطة أساس سيكون مطروحا، والأسواق حاليا تركز على الخمسين نقطة أساس، وهل سيكون ذلك جيدا أم سيئا لأسواق الأسهم؟ وبرأيي الشخصي الفيدرالي يريد أن يخفض بخمسة وعشرين نقطة أساس، وبمنه سيضطر إلى التخفيض بخمسين نقطة أساس، هذا سيكون وضعا سيئا للأسواق، والخبر السيء هنا سيكون خبرا سيئا للأسواق. وطبعا الأسواق بالوقت الحاضر تعاني من تلك الشكوك حول الضجيج الذي سمعناه أو ما زلنا نسمعه بموضوع الذكاء الاصطناعي. رأينا إنفيديا طبعا تهبط بهذه المستويات أو النسب الكبيرة خلال يومين. الأسواق معناته تعيش حالة اضطراب الآن. هل تشكك أنت بموضوع الهايب على الذكاء الاصطناعي؟ هل يعني كان في ردة فعل أكبر من اللازم في الأسواق؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، فنحن كنا نتحدث مع العملاء عن فكرة ما يسأله الناس عن فقاعة الذكاء الاصطناعي وهل انفجرت أم لا. برأيي الإجابة كلا، فلسنا في فقاعة أصلا برأيي. ولماذا أعتقد ذلك؟ إذا نظرت إلى أرباح إنفيديا وإيراداتها، هي ترتبط ارتباطا وثيقا بسعر السهم، وهذا الأمر لم يكن قائما في أواخر التسعينيات. فشركة سيسكو مثلا، سهم الشركة ارتفع ارتفاعا كبيرا بينما أرباحها كانت مستقرة. إذا حالة إنفيديا مدعومة بالأساسيات، ومع ذلك نحن في وضع حاليا بالنسبة لسهم إنفيديا، رأينا هوامش أرباح كبيرة، وقصة هوامش الأرباح انتهت. تظل هوامش الأرباح قوية لكن هبات بدأت تستقر وتتجه ضمن نطاق عرضي. وبالنسبة لجوجل وأمازون وميتا، هذه الشركات هي من يشتري وحدات المعالجة الجي بي يو من إنفيديا، هي بحاجة إلى أن تحقق عوائد على هذه الوحدات التي تشتريها، وكانت هناك استثمارات رأسمالية هائلة في هذا المجال. ونحن ننتقل إلى المجال التالي أو المرحلة التالية، فالشركات التي اشترت من أو اشترت من هذه الوحدات يجب أن تحقق عوائد على هذه الاستثمارات، وهناك بعض الشكوك بهذا الشأن. ومع وجود هذه الشكوك هناك تراجع في من يشترون سهم إنفيديا، والسهم يتراجع، والناس يسألون أين هو المحفز. ولكن لا أعتقد أننا في فقاعة، هناك بعض شركات الذكاء الاصطناعي التي تتصف بصفة الفقاعة ولا تحقق نتائج المبيعات التي نراها في حالة إنفيديا، وكانت أسهمها تتراجع تراجعا قويا. أما إنفيديا فستشترى بالسعر الصحيح، وحاليا ليس هناك محفز، وربما نرى بعض التراجع الإضافي في المتوقع في سهم إنفيديا. هل تبقى هل في إنفيديا؟ هل تحمل السهم الآن أم هل تخرج منه في محاولة لشرائه مرة أخرى عند مستويات أقل؟ أنا لا أحتفظ بسهم إنفيديا في محفظتي، ولكن لو كان السهم في محفظتي فهذه قصة تظل جيدة للمدى البعيد، وسوف أتحوط ضد مخاطر الهبوط على المدى القصير في السهم. في هذا القطاع أنا أفضل أبل مثلا، فهناك حدث الآيفون الأسبوع المقبل، ومع مرور الوقت شركة أبل ستكون من الأسهم التي تستفيد من التحول في مجال الذكاء الاصطناعي، فهي تستطيع وضع الذكاء الاصطناعي في الهاتف، وفي السنتين المقبلتين هذا الأمر سيكون جزءا من حياتنا، وأبل ستكون في طليعة من يستفيدون من الذكاء الاصطناعي. صحيح أن إنفيديا هي الشركة الملكة التي كانت في مركز
أو في قلب أو صلب ثورة الذكاء الاصطناعي، لكن على المدى الأبعد برأيي شركة أبل ستكون المكان الجيد لنستثمر فيه فيما يتعلق بقصة الذكاء الاصطناعي، فهي ستؤثر تأثيرا إيجابيا على حياتنا، والذكاء الاصطناعي سيكون مهما في حياتنا في المرحلة المقبلة، وهذا ما سنراه في حدث أبل الأسبوع المقبل برأيي. كريس واستن، أشكر لك الشكر جزيل حضورك معي هذا الصباح. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.